أصبحت الوجهة الرئيسية للفنانين والمشاهير، وطموحها أن تكون شانيل السعودية. تيما عابد مصممة أزياء سعودية تحمل على عاتقها مهمة إبراز الإرث الثقافي السعودي، فتنسج أزياء تعبر عن عمق التراث السعودي الذي يوفر فرصاً لا محدودة للإبداع والحداثة، التي تضفي لمسة عصرية على منتجاتها. اليوم باتت دار تيما عابد واحدة من أهم العلامات في صناعة الأزياء والوجهة المفضلة للنجوم والمشاهير مثل بلقيس فتحي وأصالة نصري ولوجين عمران وجورجينا. تم اختيار تيما لتقديم العرض الافتتاحي لأسبوع الموضة في البحر الأحمر، كما شاركت بقوة في أسبوع الموضة الأول في الرياض، مما يعزز من مكانتها كرائدة في هذا المجال. في مقابلة مع مجلة فوغ العربية بعد مشاركتها في عرض الدار الأول للأوت كوتشور بباريس في عام 2020، قالت تيما: أطمح لأن أكون شانيل سعودية. فهل ستحقق أحلامها؟ للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.